المشاهدون الأفاضل، تحية طيبة وبعد، نلتقي وإياكم في موضوع ذي أهمية بالغة في مدرستنا المغربية، إنه موضوع المهارات الحياتية. إننا نعيش اليوم في عالم متغير بسرعة لعدة أسباب، أهمها مشكلات الانفجار الديموغرافي ومشكلات التغير المناخي والتلوث البيئي والتصارع التقني والانفجار المعرفي والعلاقات البشرية المعقدة. هذه التغيرات رافقتها حاجة ماسة لتغيير نظم التربية التقليدية والبحث عن نظم جديدة تواكب العصر. وقد اختارت دول عديدة تبني التعليم المستند إلى المهارات الحياتية، بما ينمي الإمكانات البشرية للمتعلمين ويزودهم بالمهارات الضرورية لمواجهة ما يتعرضون له من مواقف وتحديات من مرحلة الطفولة إلى البلوغ، ومن المدرسة إلى العمل، ومن التنمية غير الفعالة إلى المشاركة المواطنة والمسؤولة. ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع من التعليم يعد عنصرا مهما في جعل المتعلمين أكثر ثقة بأنفسهم، ويزيد من إقبالهم على العيش في هذا العالم وتقبل متغيراته المفاجئة، كما يرمي إلى تطوير توجهات المتعلمين إلى تبني الأنماط السلوكية والمواقف الإيجابية نحو الذات والآخر والمحيط. وقد تعمقت الحاجة هذه وظهرت استعجاليتها خلال الفترة الأخيرة، حيث تواجه الإنسانية وباء كورونا الذي قلب كل الموازين الصحية منها والاقتصادية والاجتماعية لدول المعمور. وقد قدر لبلادنا أيضا أن تدخل في مواجهة مع هذا الوباء بتضامن غير مسبوق وبظروف استثنائية عمت مختلف مناحي الحياة، وبحظر صحي اضطررنا معه إلى البقاء في البيوت حماية لظهور من اختاروا منا الصفوف الأمامية في الصراع مع هذه الجائحة، وباستمرارية بيداغوجية تكفل التعلم عن بعد لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات. فكيف يتعامل أبناؤنا مع ظروف الحياة المتغيرة باستمرار؟ قد سمحت ظروف الحياة اليومية وأحداثها بأن نكتشف أن أبناءنا من الأطفال والمراهقين والشباب بحاجة إلى تعلم كفايات ومهارات جديدة إلى جانب ما يتعلمونه في المواد الدراسية. هم بحاجة إلى تعلم مهارات تسهم في تطوير شخصياتهم وجعلهم قادرين على مجابهة الحياة وصعابها. هم كذلك في حاجة إلى تعلم مهارات تيسر فهم النظريات العلمية في ارتباط بالتحولات المتسارعة لشرطنا الإنساني، بحاجة كذلك إلى تعلم سبل تدبير العلاقات بين الفرد والمجتمع، بين الإنسان عموما ومحيطه الحيوي من جهة ثانية، بما يبعث على الاستعداد للكوارث والأزمات وتوقع غير المتوقع. إن أبناءنا بحاجة كذلك إلى تعلم التفكير والتأمل والتساؤل في علاقاتهم بالأشياء وبالآخر وبالطبيعة، بما يسمح لهم بفهم حقيقة مشاعرهم وأحاسيسهم وميولاتهم ومواقفهم وضبطها والتحكم فيها دون نزوع إلى التعصب أو الاختزال أو التشيء. لماذا؟ لأن أساس العملية التعليمية اليوم يتجاوز الاهتمام بالعمليات المعرفية الأولية من قراءة وكتابة وحساب، إلى الاهتمام بمشاركة المتعلمين في بناء التعلمات في ارتباط بالقيم والمواقف والميول والسلوكات التي تصدر عنهم إزاء وضعيات مدرسية أو وضعيات في الحياة اليومية، أي الاهتمام بالكفايات العرضانية أو المهارات الحياتية. فهل فكرت المدرسة المغربية ووزارة التربية في الاستجابة لحاجات أطفالنا في التعامل مع الحياة وأزماتها؟ إيمانا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأهمية المهارات الحياتية في بناء شخصية المتعلم، عملت منذ سنتين ونصف السنة على تطوير برنامج لإدماج هذه المهارات في المناهج الدراسية بسلك التعليم الثانوي الإعدادي بدعم من منظمة اليونيسف، وفق مرحلة تجريبية أولى بأربع أكاديميات، هي أكاديمية جهة سوسماسة، وأكاديمية جهة تطوان الحسيمة، وأكاديمية مراكش آسفي، وأكاديمية الشرق وجدة، وذلك من خلال فريق وطني من المفتشين وخبراء دوليين تشرف عليهم مديرية المناهج، وفرق تربوية للمواد التعليمية بالأكاديميات المعنية أوكلت إليهم مهمة التفكير
التفكير في سبل إدماج هذه المهارات في مختلف مسارات الفعل البيداغوجي، بما في ذلك مسار البرامج الدراسية ومسار الحياة المدرسية. فما المقصود بالمهارات الحياتية والتربية على المواطنة إذن؟ يقصد بهذه المهارات مجموعة من المهارات النفسية والاجتماعية التي تساعد الفرد على اتخاذ القرار والتواصل بفعالية وإدارة الذات، بما يساعد على مواجهة متطلبات الحياة بنجاح وإلى اندماج أفضل في الحياة المهنية، ليكون فردا أو عنصرا فعالا بشكل إيجابي ومسهما في بناء مجتمعه، وذلك وفق منظور منسجم ومتسق يتكامل فيه ما يتعلمه الفرد في المدرسة أو الجامعة أو المركز المهني مع ما يمارسه في الحياة اليومية، حيث تتوافق المهارات الحياتية مع المواقف والسلوكات والكفايات التي يحتاجها الفرد بشكل يومي، فردا له احتياجات خاصة ومواطنا معنيا بالعيش المشترك وبالحفاظ على مستقبل آمن وبالقدرة على التكيف مع تقلبات الحياة وتدبير أزماتها. لذلك ينتظم تطوير المهارات الحياتية ضمن أربعة أبعاد متكاملة ومترابطة، هي أبعاد الشخصية الإنسانية. فما هي الأبعاد الأربعة لتعلم المهارات الحياتية؟ لقد عمل الإطار المرجعي للمهارات الحياتية على تصنيف هذه المهارات في 12 مهارة تتوزع على الأبعاد الأربعة للتعلم من منظور العلوم المعرفية والبيداغوجيات المعاصرة، ويوضح ذلك التخطيط الآتي. إذ ترتكز المهارات الحياتية على أربعة أبعاد كما قلنا، حيث يوجه البعد المعرفي الأول إلى التعلم من أجل المعرفة، ويرتبط بتطوير قدرة المتعلم على فهم أفضل للعالم، وذلك عبر تعلم مهارات القراءة والكتابة والحساب وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قنوات أساسية لاكتساب المعرفة وأدوات إنتاجها، إلى جانب مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع. أما البعد الثاني فهو البعد الفعال أو البعد العملي، ويرتبط بدعم المتعلم على تطبيق مكتسباته وتعلماته على أرض الواقع، إضافة إلى تكييف هذا التعلم مع حاجاته اليومية ومتطلباتها من خلال مهارات التفاوض والتعاون وإدارة الذات. أما البعد الثاني فهو البعد الذاتي أو الفردي أو التعلم من أجل الكينونة، ويتعلق بتحقيق الذات والنمو الشخصي والتمكين الذاتي من خلال مهارات معرفية ذاتية ومهارات التعامل مع الآخر من قبيل مهارات الصمود والتواصل وصنع القرار. أما البعد الرابع فهو البعد الاجتماعي أو التعلم للعيش المشترك، فهو تعليم قيمي يعزز رؤية المتعلم للمواطنة والعيش المشترك من خلال قيم المشاركة والتعاطف واحترام التنوع، ويشكل هذا البعد الأساس القيمي للأبعاد الثلاثة السابقة. كيف تتكامل المهارات الحياتية فيما بينها؟ إن التعلم في ضوء المهارات الحياتية لا يقتصر على البعد المعرفي الإدراكي فحسب، بل يتعداه إلى البعد العملي الإجرائي من خلال وضع التعلم النظري موضع التنفيذ في السياقات اليومية، واستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، وكذلك تطور العلوم المعرفية باستمرار. ثم إلى البعد الفردي الذاتي الموجه لتحقيق الذات والنمو الشخصي والتمكين الفردي، إضافة إلى البعد الاجتماعي القيمي المرتبط بتعزيز التعلم من أجل المواطنة وقيم العدالة والديمقراطية، بما يحقق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. لذلك لا ينبغي اعتبار أبعاد التعلم الأربعة معزولة عن بعضها البعض، وإنما هي متكاملة متفاعلة بشكل دينامي بما ينسجم مع شخصية الإنسان الحديث ويعزز حاجته إلى التعلم مدى الحياة. لذلك كانت نقطة التحول الأساسي في من منظور المهارات الحياتية هي التحول نحو الجودة في التعليم والتعلم، أي توجيه التعليم والتعلم إلى مختلف أبعاد شخصية الفرد بدل اختزالها في البعد المعرفي فحسب، وهو ما يتقاطع أيضا مع بيداغوجيا الكفايات في حرصها على تأسيس حالات ثابتة عند المتعلم وجعل إنجازاته ممكنة وملحوظة في شكل قدرات ومهارات تسمو على المعرفة وتستقل عنها، وتتبلور هذه المهارات أو القدرات في إطار المواد الدراسية أو في تفاعلها فيما بينها أو في مجالات أخرى موازية لها. لذلك فالمهارات الحياتية
تشكل محتويات تعليمية يمكن أن يكتسبها المتعلم بمقدار ما يكتسبه من المعارف التي قد تكون مجزأة أو مفصولة عن مصادرها أو معزولة عن الفائدة المرجوة منها أو فاقدة للمعنى إجمالا. كما أن تطوير هذه المهارات الحياتية ليس قصرا على مرحلة تعليمية بعينها، وإنما تتطور هذه المهارات مدى الحياة في مختلف الأسلاك والمراحل والمستويات المدرسية منها والجامعية وكذا المهنية. ما العمل ليتمكن أطفالنا من المهارات الحياتية اليوم؟ ليتمكن أطفالنا من المهارات الحياتية يتطلب منا ذلك خلق وعي جمعي لدى الأطر التربوية والإدارية، وذلك من خلال تصور هذه المهارات غير منفصلة عن المعارف التخصصية والمواد الدراسية، بل هي جزء منها وتتطور في ضوئها بشكل نسقي من خلال مقاربة بيداغوجية تستهدف أولا تغيير أساليب التدريس وطرقه ومنهجياته، كما تستهدف أيضا تغيير نظرتنا للتربية والتكوين والانتقال من منظور التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية المهارات. فمثلا فنحن لا نتعاون بشكل مطلق، ولكننا نتعاون بخصوص عمل نقوم به بقياس معناه بالمعارف التي يحتوي عليها، كما أننا لا نحل المشكلات دون المعارف الضرورية واللازمة لحلها. أيها المشاهدون الأفاضل، لتقريبكم أكثر من برنامج المهارات الحياتية والتربية على المواطنة، يسرنا أن نقدم لكم بعد هذا اللقاء التقديمي سلسلة لقاءات أولى من 12 حلقة باللغتين العربية والفرنسية موجهة للأطر التربوية والإدارية بغاية التواصل معها وإطلاعها على البرنامج ومكوناته وكذا خلفياته المعرفية والبيداغوجية والديدكتيكية في بناء التعلمات والأنشطة. وستليها سلسلة ثانية من 12 حلقة أخرى موجهة للمتعلمين والمتعلمات، تعتمد على تقديم أنشطة تطبيقية للمهارات الحياتية في المضامين والمواد الدراسية بهدف تعرف المتعلمين على البرنامج وعلى كل مهارة من مهاراته وفق الإطار المرجعي وفي علاقتها بالمواد الدراسية والحياة المدرسية وسبل تنميتها. إلى هنا خطوتنا الأولى قد انتهت لتبدأ رحلة الألف ميل مع المهارات الحياتية، فكونوا في الموعد وإلى اللقاء. هذه المهارة، مهارة حل المشكلات، هي تندرج ضمن المهارات الحياتية الاثنى عشر، وتهدف هذه المهارة طبيعة الحال إلى جانب مهارتي الإبداع والتفكير النقدي إلى تنمية البعد المعرفي لدى المتعلم، وخاصة تنمية منهجية التفكير النشيط والتعلم الذاتي. إذن فخلال هذه الحلقة سنحاول الإجابة على ثلاث أسئلة محورية. السؤال الأول، وهو ما المقصود بالمهارة الحياتية حل المشكلات، وما هي توصيفاتها وتجليتها؟ السؤال الثاني، كيف يمكن توظيف مهارة حل المشكلات خلال صيرورة التعلم والتعليم؟ ثم السؤال الأخير مهم جدا، وهو ما الآليات التي يمكن استثمارها لضمان توظيف مهارة حل المشكلات في الأنشطة اللاصفية والحياة اليومية للمتعلمات والمتعلمين؟ إذن ما المقصود بالمهارة الحياتية حل المشكلات، وما هي توصيفاتها وتجليتها؟ فهذه المهارة، مهارة حل المشكلات، هي طريقة منهجية أو عملية عقلية يستخدم فيها الفرد تفكيره ومع ما يتوفر لديه من خبرات ومهارات ومعارف مكتسبة وتجارب سابقة من أجل مواجهة الحالات والصعوبات أو المواقف التي تمثل موضوع المشكل المطروح، وهي بالتالي صيرورة من التفكير والإنجازات الرامية إلى تجاوز العوائق قصد بناء موارد جديدة أو التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة لمشكل معين مرتبط بالتخصص أو بالحياة اليومية. وعليه نخلص إلى أن هذه المهارة، مهارة حل المشكلات، تقتضي الاهتمام بالدرجة الأولى بأنشطة التفكير والتأمل والتساؤل حول المشكل المطروح
خلال صرورة التعليم والتعلم أو ما يصطلح عليه بالأشكال la problématisation أو والإحاطة كذلك والتملك هذا المشكل. أما بالنسبة للتجليات وتوصيفات مهارة حل المشكلات فيمكن تقديمها على الشكل التالي: أولا تقديم وضعيات مشكلة للمتعلم لطرح تساؤلات وصياغة المشكل العلمي أو المشكل بشكل عام واقتراح فرضيات، حل وضعيات مشكلة مستمدة من المحيط السوسيوثقافي للمتعلم وذات علاقة بالمقررات المدرسة، ثم شعور المتعلم بالمشكلة يعني عائق معرفي بالنسبة لديه يولد لديه رغبة في البحث عن حل لها، وتزداد تلك الرغبة كلما كانت المشكلة ذات معنى بالنسبة إليه، وكذلك تمحيص مدى صحة الفرضيات والحلول المقترحة وحل وضعيات مشكلة تقويمية جديدة من خلال استثمار وتوظيف هذه المهارة الحياتية. ويمكن رصد مدى تفعيل هذه المهارة يعني مهارة حل المشكلات خلال الوضعيات التعليمية التعلمية عبر المؤشرات التالية، يعني تكون حاضرة لدى المتعلم، فهذا المتعلم يلاحظ ويحدد عناصر المشكل المطروح، يصوغ المشكل المطروح، يقترح حلولا على شكل أفكار وفرضيات، يقترح منهجية واستراتيجيات ونماذج للتحقق من الحلول الممكنة، يختبر الحلول الممكنة، يقارن بين مختلف النتائج والطرق والاختيارات والبرهنة عليها، يصرح بالحل المقترح للمشكل المطروح، ويعالج وضعيات أخرى بتوظيف مهارة حل المشكل في وضعية أخرى. والآن نمر إلى المحور الثاني وهو التوظيف البيداغوجي لمهارة حل المشكلات في التدريس. فهذا التوظيف البيداغوجي لمهارة حل المشكلات يمر عبر ثلاث محطات أساسية. المحطة الأولى وهي على مستوى التخطيط البيداغوجي أو ما يسمى الإعداد القبلي، وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الإعداد لتوظيف هذه المهارة اعتمادا على بطاقة منهجية أو ما يصطلح عليه بالنسبة للأستاذات والأساتذة الجدادات، احنا نسميها بالبطاقة المنهجية، والتي نوردها باقتضاب على الشكل التالي. فهذه البطاقة المنهجية كما تلاحظون فيها جزئين، يمكن أن نميز بين جزئين. هناك الجزء الأول ويتعلق بمعطيات عامة تخص المستوى الدراسي، عنوان الدرس، المكتسبات السابقة، الكفايات الخاصة بالمادة، إلى جانب عناصر أساسية وهذا هو الجديد، وهي لابد من تحديد العوائق وكذلك لابد من تحديد المهارة أو المهارات الحياتية وتوصيفاتها. ثم هناك جزء ثاني لهذه البطاقة، وهذا الجزء يتضمن العناصر التالية: هناك محاور الدرس، هما كذلك أنشطة المتعلم activité de l'apprenant ومهام المدرس، ثم الوسائل والدعمات البيداغوجية، وهناك عنصر آخر هو تنظيم القسم، ثم التقويم الذاتي والأفقي والتحويل والاستثمار. الآن نمر إلى المحطة الثانية في هذا التوظيف البيداغوجي لمهارة حل المشكلات، وهي الإنجاز على مستوى الإنجاز خلال الصرورة التعليمية التعلمية. إذن هذه المحطة فهي مهمة جدا. ارتأينا أن هناك مجموعة من الخطوات، بالضبط 4 خطوات، وسنحاول تتبع هذه الخطوات المنهجية عبر مجموعة من المؤشرات تخص مهام الأستاذ وأنشطة المتعلم. تنفع بالنسبة للخطوة الأولى، الخطوة الأولى وهي تحديد وصياغة المشكل. هذه الخطوة مهام الأستاذ ترتكز أساسا على تقديم معطيات حول وضعية مشكلة دالة ومرتبطة بالحياة اليومية للمتعلم، أو ما نسميها بوضعية الانطلاق يعني la situation de départ أو situation déclenchante. يوجه دائما هذا الأستاذ يوجه المتعلمين نحو الملاحظة
وطرح التساؤلات لتنمية التفكير العلمي. أما بالنسبة لأنشطة المتعلم فهي ترتكز أساسا على أولا يلاحظ ويحلل الوضعية المقدمة ويستوعبها قصد إبراز المشكل المطروح، ثم يصوغ المشكل المطروح بدقة ويطرح التساؤلات. أما الخطوة المنهجية الثانية فهي خطوة اقتراح الحلول الممكنة. بالنسبة لهذه الخطوة مهام الأستاذ تتجلى أساسا أنه يمكن بفتح المجال وإعطاء الفرصة الكافية للمتعلمين قصد مناقشة واقتراح الحلول الممكنة. وبالنسبة لأنشطة المتعلم فإنه يناقش إمكانات والاستراتيجيات الممكنة لحل المشكل ويقترح حلول أولية للمشكلة أو المشكل المطروح بشكل منطقي عبر مناقشات أفقية يعني بين المتعلمين. أما بالنسبة للخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة وهي استثمار المعطيات والوثائق. فمن خلال هذه الخطوة فمهام الأستاذ ترتكز أساسا في توجيه التلاميذ نحو الاستثمار الأمثل للمعطيات والوثائق المرتبطة بالمشكل المطروح، حث المتعلمين على البحث والتقصي والتوثيق بخصوص المشكل المطروح. أما بالنسبة لأنشطة المتعلم فإنه يختبر فرضيات والحلول الممكنة ويقترح منهجية الاشتغال ويشتغل على الوثائق والمعطيات المقدمة موظفا قدرات الوصف المقارنة والاستنتاج، وكذلك يناقش الآراء والأفكار باعتماد التفاعل الإيجابي وتجاوز الصعوبات. نمر الآن إلى الخطوة الأخيرة، الخطوة الرابعة، وهي تنظيم المعلومات واستخلاص الحصيلة للتأكد من حل المشكل المطروح. إذن فبالنسبة لهذه الخطوة فمهام الأستاذ ترتكز بالأساس حول مساعدة المتعلمين على استثمار النتائج وتنظيمها، وكذلك توجيه المتعلمين نحو بناء وصياغة تركيبية لحل المشكل المطروح. أما بالنسبة لأنشطة المتعلم فإنها ترتكز بالأساس على تنظيم المعطيات والنتائج المحصل عليها والتصريح بالحلول المتوصل إليها وتقديم حصيلة تركيبية مرحلية. إذن هذا فيما يخص المحطة الثانية. والمحطة الثالثة والتي تتعلق بالتقويم والتتبع، فبطبيعة الحال بالإضافة إلى تقديم أو تقويم التعلمات المرتبطة بمادة التخصص فإن تقويم المهارة الحياتية لحل المشكلات تقتضي التركيز على جوانب أخرى، من أهمها أولا التأكد من مدى تملك المتعلمين للخطوات المنهجية التي تحدثنا عنها، الخطوات الأربع لحل المشكلات، ثم منح الفرصة للمتعلمين في سياق التقويم الذاتي أوتو إيفالياسيو وكيفية حصول التعلم، ثم توجيه التلاميذ نحو ممارسة التقويم البيني كو إيفالياسيو واختيار استراتيجية خاصة بالدعم التربوي المناسب. إذا الآن نمر إلى المحور الثالث وهو مهم جدا بالنسبة للمهارات الحياتية، وهو امتدادات مهارة حل المشكلات في الأنشطة الموازية واللاصفية والحياة اليومية. فتهدف هذه الامتدادات إلى تحسين عمليات التعلم ونتائجه، هذا بالدرجة الأولى، في أفق إعداد جيل ناجح قادر على مواكبة التغيرات والأحداث، وذلك بتمكين المتعلمين من تملك القدرة على مواجهة الصعوبات المرتبطة بالحياة اليومية والانخراط الفعال في مشاريع التعلم الذاتي، وذلك بتوظيف مختلف خطوات ومراحل مهارة حل المشكلات في سياقات مختلفة وبشكل يتسم بالمرونة والابتكار. وفي هذا السياق يمكن أن يساهم التلميذ لتنمية مهارة حل المشكلات في المجالات الآتية، مثلا الأنشطة الموازية الصفية عبر إنجاز مشاريع التعلم الذاتي
التوثيق، إعداد ملفات خاصة بالتعلم الذاتي، دعم المجلة الحائطية، المطويات إلى آخره. ثم كذلك في الأنشطة اللاصفية بالانخراط في الأندية التربوية وإنجاز خرجات دراسية. ثم كذلك في الحياة اليومية وتوظيف المكتسبات الخاصة بهذه المهارة لحل المشكلات والصعوبات التي تعترض مساره أو مساره اليومي. شكرا على حسن التتبع، وإلى فرصة مقبلة بحول الله تعالى وبركاته.